لأول مرة في مصر والوطن العربي القادرون باختلاف داخل المنافسة. أهلا بكم في العباقرة قادرون باختلاف مع روائي عصام يوسف. جبنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وأولادنا قادرون باختلاف في مصر والعالم العربي. أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج العباقرة. برنامج العباقرة قادرون باختلاف يقدم إليكم برعاية من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الموسم الثالث من العباقرة قادرون باختلاف، مين يا ترى اللي حيفوز بكأس البطولة؟ ومين اللي حيحصل على لقب أفضل لاعب؟ ومين هو اللاعب المثالي؟ العباقرة قادرون باختلاف بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، الداعم الرئيسي لاحتياجات ذوي الهمم اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. في الحلقات اللي فاتت أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 2680 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الداعم الرئيسي لاحتياجات ذوي الهمم اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. تعالوا نشوف أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف النهاردة حيوصلوا النقط لكام. النهاردة عندنا مباراة قوية جداً في دور المجموعات في المجموعة الثالثة. خلينا نشوف ترتيب المجموعة الثالثة بعد انتهاء الجولة الأولى. فريق وادي الملوك في صدارة المجموعة بثلاث نقاط و205 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثاني فريق خان الخليل بثلاث نقاط و125 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الثالث فريق طيبة مفيش نقاط و130 نقطة إجابات صحيحة. في المركز الرابع فريق إزيس مفيش نقاط و105 نقطة إجابات صحيحة. أول فريق مشرفنا في الاستوديو أعلى سكور في الجولة الأولى، ثلاث نقاط يضمنوا التأهل بنسبة كبيرة جدا لدور الثمانية. رعب كلها فريق وادي الملوك. أنا ماتش النهاردة أصعب من الماتش اللي فات عشان بنواجه فريق عنده ثلاث نقاط، إن شاء الله نكسب ونبقى ست نقاط ونقرب لصدارة المجموعة. الحمد لله كنت أفضل لاعب فريق الماتش اللي فات والحمد لله فوزنا بأول ثلاث نقاط، إن شاء الله ده هيساعدهم أكتر ونفوز الماتش ده. مبسوط جدا من تجربتي الاولى مع فريقي في الحلقه اللي فاتت، واشتغلنا على نقط الضعف اللي كانت عند الفريق بحيث ان احنا نقدر ناخد الثلاث نقط من الماتش ده ونتاهل لدور الثمانيه. انا فريقي معتمد عليا في اسئله الجغرافيا وان شاء الله نقدر نفوز النهارده واكون عند حسن ظني. كنت مبسوط ان احنا كسبنا الماتش اللي فات وان شاء الله نكسب الماتش ده وان شاء الله نبقى في النهائي باذن الله. وادي الملوك الحمد لله على السلامه. الله يسلمك والف مبروك التالق. الحمد لله. الحمد لله. يا نهار أبيض على التواضع، ما عملتوش حاجة إيه؟ 205 نقطة أعلى سكور. احنا بناخد كل خطوة بخطوتها، لسه دي خطوة أولانية. بتحاولوا تثبتوا إيه طيب؟ إيه خايفين من الحسد مثلا؟ لا احنا واخدين الموضوع خطوة بخطوة، مش مضغوطين مش متوترين، جايين نستمتع. طب الخطوة دي بتقول إيه؟ الخطوة دي بتقول إن احنا إن شاء الله بنوجه رسالة للفرق اللي هتقابلنا بعد كده إن احنا إن شاء الله نقدر، بس يعني خطوة خطوة يعني. عجبتني قوي، احنا بنوجه رساله للفرق. ايوه ان مفيش رساله وان هم لازم فين الرساله؟ بس عايز اقول لك حاجه، هي الرساله وصلت. اعلى سكور في الجوله الاولى رساله وصلت. تمام. حبيت اتكلم عن نفسنا كتير بس. ورسالتك انت كمان وصلت، 115 نقطه احسن لاعب في الماتش اللي فات. تعالي كلنا محمد علي باشا. طبعا محمد علي باشا ده بقى لقب خلاص ولا ايه؟ الحمد لله الناس كلها عارفاني بيه حتى في الشغل. بجد؟ اه يعني بيقول لك محمد علي باشا في الشغل؟ حتى في الشغل يقول احنا عرفنا العباقرة محمد علي باشا وفي المنطقه عندنا وكل حاجه. حلو جدا والله، انت تستحق اللقب لانك باشا فعلا. الحمد لله. كريم سعد، ازيك يا كريم؟ تمام الحمد لله. ازيك حضرتك عامل ايه؟ كله كويس. تعليمات المدير الفني مدام دينا ابو سمره كانت ايه قبل اللقاء النهارده؟ ان احنا نهدى وما نتوترش وان احنا لسه ما عملناش حاجه برضه ما عملتوش حاجه. الموضوع ما عملناش حاجه ما عملناش حاجه واشتغلنا على كان في سلبيات عندنا حاولنا ان احنا نعالجها. سلبيات ايه؟ 205 نقطه، فين السلبيات؟ معلش اشرح لي كده. اكيد كنت عايزين تجيبوا 300 نقطه في الحلقه ولا ايه؟ مش فاهم. كده مفيش حد كامل يعني، فلازم يكون في سلبيات. طيب زايد. ايوه ايه السلبيات يا زايد؟ والله يعني ان احنا في اسئله ما اتجاوبتش.
دي في سلبيات في حد ذاتها. هو سؤال واحد يا ابني المكوش. سؤال واحد على اساس ان انتوا جايين تقفلوا المنهج. لا ان احنا مثلا نسرع تشاور بينا شويه، ناخد بالنا من الكاونتر الوقت ما يسرقناش، بس نخلي تشاور بينا. لا بس أصلاً. الحقيقه انا فخور بادائكم جدا جدا. الله مستعان. وطبعا فخور باداء المزجنجي ده حبيبنا. خليك يا استاذ نجم الفريق ده. نجم النجوم بيدي اضافه كده للحلقه اللي بيبقى فيها. مزجنجي اخبارك ايه؟ الحمد لله. هتغني ايه النهارده؟ هغني عنابي. كارم محمود عنابي. كارم محمود اه. اتفقنا. مدام دينا ابو سمره ازاي حضرتك؟ ازي حضرتك يا مستر؟ انا كويس الحمد لله. كلميني عن فريق وادي الملوك. والله من اول يوم الحمد لله وانا شايفاهم مجتهدين، محدش فيهم اثر في اي حاجه من لا هو طه بس انا عارف. لا والله حتى لا طه عامل مشاكل انا عارف. لا 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 حتى والله في عز شغله بيلاقي وقت انه يدخل معانا. طه جدع جدا جدا بصراحه، شخصيه جميله حقيقة، يعني الوحيد اللي في تاريخ البرنامج اللي قال لي هخطفك. انا مش ناسيها لك. لا 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 في حاجات بتتسجل جوه هنا جاست جوك في المام. اه هتخطفني. ده من حبنا فيه عايزينك معانا. اني حب ده؟ لا يا حبيبي خليهولك الحب ده، مش عايزه. قال تخطفني. قال فريق وادي الملوك بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلنا وادي الملوك. أما الفريق الثاني والمشرفنا في الاستوديو فريق قوي فازوا في أول مباراة، هدفهم الفوز للهروب من حزبة بيرما. نلعب كلها فريق خان الخليلي. أنا فريق معتمد عليا النهاردة في مجال الجغرافيا، أنا استعديت بالقدر الكافي وإن شاء الله ساعد فريق إن إحنا نكسب ماتش النهاردة. أنا مبسوط بأدائي في المباراة اللي فاتت ومبسوط إن أنا كنت سبب من أسباب الفوز بالمباراة، أتمنى كمان أكون النهاردة ليا دور مؤثر في فوز فريقي. الماتش النهاردة يعتبر من أصعب ماتشات المجموعة، حاولنا نحضر له على قد ما نقدر، محتاجين نكسب عشان نقرب من الصعود لدور الثمانية بإذن الله. أنا مبسوط إن كنت سبب في فوز فريقي المباراة اللي فاتت، إن شاء الله هنعمل أحسن في ماتش النهاردة. الماتش اللي فات جاوبت الأسئلة صح، أنا فخور بفريقي جدا وبحبهم جدا وأنا مبسوطة بيهم جدا. خان الخليلي حمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك يا مستر. كان أداء حلو الماتش اللي فات. الحمد لله. ولكن ماتش النهارده مش هيستحمل غلطات الماتش اللي فات. لا إن شاء الله. فاهمين قصدي؟ يعني السؤال اللي هيعدي مش هيرجع. عشان كده عليكم مسؤولية مش عادية. احنا قدها بإذن الله. احنا قدها بإذن الله. مريم ازيك يا مريم؟ ازي حضرتك؟ أنا كويس الحمد لله. احكي لي إيه موضوع كريم القاضي ده؟ جاي يشجعك. كريم القاضي اصلا جاسوس، خلي بالك. هو جاي يراقبك. لا جاي يشجعني طبعا. فعلا؟ اه طبعا. بس الحقيقه موقف حلو منه جدا، لانه اكيد عنده استعدادات لماتشه اللي جاي، فهو جاي يشجعك، فدي حركه حلوه منه. دي حقيقة. عشان كده انا بحب كريم، كريم جدع الحقيقه. دي حقيقه. رسالتك ايه محمد عاطف لفريق وادي الملوك؟ عايز رساله واضحه وصريحه. مفيش دبلوماسيه ده بخبط. دبلوماسيه يعني. ايه ده؟ محمد علي بيقول تحذير شديد اللهجه. مش لوحدي. لبس عبايه محمد علي باشا فجاه واسبحت القلعه وجاي. الفريق كان معايا مش لوحدي، احنا كلنا كفريق يعني الحمد لله. حق الرد. الله يعني اتمنى تكون بس مباراه كويسه تليق يعني باتنين فايزين في الجوله الاولى. و دبلوماسي برضه مفيش فايده. مش قادر. هو عايز بس مش قادر. انا عارف حاجه مش مقتنع باللي انا بقوله. انا عارف. لا بس هو احمد جمال، انا عارف احمد جمال ما بيسكتش. احمد جمال رسالتك. لا لا والله بالتوفيق للفريقين وان شاء الله اللي يستحق. ايه ده شخصيته اتغيرت. شريف ندى ازيك يا شريف؟ حبيبي يا باشا. الامل فيك يا شريف. اه الامل فيك. تقول ايه لوادي الملوك؟ والله لا انا في ارن صقر مره واحده اه كده. شايفين اللي في قلبه على لسانه. تعليمات مريم ايه قبل المباراه؟ المدرب العام يعني لا ان شاء الله ان احنا نبقى هاديين وما نضايقش نفسنا، لو يعني الماتش لسه طويل وما نتسرعش ونتناقش مع بعض، وان شاء الله يعني التوفيق يكون معانا يا رب ان شاء الله. هي مريم اتوقع منها الكلام ده فعلا، عارفها، ولكن لو مرزوق. لا لا مرزوق طيب والله. مرزوق طيب جدا على فكره.
يا سلام. لا والله. فعلا والله يعني مرزوق غلبان لا 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 خالص، شخصيته بتتغير لما بيقعد على الكرسي. المشكله بس ان انا كده ان انا وهو بنفهم بعض بصعوبه عشان احنا الاثنين بنتكلم بسرعه. مقضيينها كده. طبعا امل متالقه كمان في الموسم ده، والحقيقه النهارده قبل الحلقه جت عندي الاوضه، خبطت على الباب ووريتني الشعر اللي هي الفته. الحقيقه انا انبهرت، مش هحرق المفاجأة وهستنى اسمع الشعر منك يا أمل. اتفقنا؟ خان الخليلي، ماتش النهاردة أنا في رأيي مصيري، كسبته ارتحته، ما كسبتوش هيبقى عندكم مشكلة كبيرة جدا في الجولة الثالثة. هو مهم، بس كل الماتشات مهمة، لأن الماتش الثالث برضه فريق أبو ديف وتغريد فريق مش سهل، فلا يعني الماتشات كلها أنا شايفها صعبة. المجموعة بتاعتنا طبعا شايفها إن هي تعتبر من أقوى. هو الموسم ده كله بيتحسم على السؤال الأخير، شعار الموسم ده كده. السؤال الاخير، احمد جمال جبت كام نقطه الماتش اللي فات؟ والله انا سمعتها غلط وقعدت احسب فمش فاكر. 45 نقطه الماتش اللي فات، افضل لاعب، نحيي كلنا. فريق خان الخليلي بتمنى لكم كل التوفيق، نحيي كلنا فريق خان الخليلي. مباراه في المجموعه الثالثه مهمه جدا، العباقره قادرون باختلاف، خمس فقرات، العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة، والسؤال هو: كم مرة عبر السباح المصري مصطفى خليل بحر المنش؟ كم مرة يا أحمد؟ ثلاثة. بتخمن صح؟ بس انا حاسس، لا انا فاكر المعلومه دي بس مش متاكد بصراحه. بص، 92 و98 تمام، هي 3 و94. 94 دي اصلا مختلفه جدا، لان 94 عكس التيار. احمد جمال اجابه صحيحه. اول شخص يعبر المنش ببتر مزدوج في القدمين، نحيي كلنا البطل المصري مصطفى خليل. معجزة. أحمد جمال، من حقك تختار مين اللي بتدي الأول، إيه رأيك؟ وادي الملوك إن شاء الله. وادي الملوك هتبتدوا الأول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم، فقرة العلم خمس أجزاء: جغرافيا، تاريخ 50-50، أدب وعلوم. وادي الملوك إمتى الجوكر يا كريم؟ جغرافيا إن شاء الله. جغرافيا إن شاء الله. دوس على البازر. جغرافيا، والسؤال هو: تقع بحيرة وكاتيبو بإحدى دول قارة أوقيانوسيا، فما هي؟ مساحتها 293 كيلومتر مربع، وأقصى عمق 378 متر، في جنوب وسط الدولة دي. محمد علي باشا، إجابتك؟ إن شاء الله. اتفقنا على كلنا نيوزيلندا إن شاء الله. اتفقتوا على نيوزيلندا إن شاء الله. أنتوا الأربعة ما حدش فيكم قال إجابة مختلفة؟ لا، ولا واحد؟ ولا واحد إن شاء الله. غريبة جدا. محمد عاطف بتتناقش، هرجع لك. نيوزيلندا إجابة صحيحة. هرجع لك بالسؤال الثاني يعني. 20 وادي الملوك، خان الخليلي، سؤال في جغرافيا: إمتى الجوكر يا مريم؟ في الأدب. في الأدب إن شاء الله. في الأدب تمام. جغرافيا، والسؤال: في أي دول أمريكا الجنوبية يقع بركان كالبوكو؟ بركان شديد الانفجار في لوس لاجوس جنوب الدولة دي، حصل ثوران أكتر من 10 مرات، ثانيتين آخرهم إبريل 2015. تشيلي. إجابة مين؟ لا متفقين عليها. تشيلي إجابة صحيحة.
على ارتفاع حوالي 2000 متر فوق مستوى سطح البحر. سؤال ما كانش سهل. 10 خان الخليلي، 20 وادي الملوك. وادي الملوك تاريخ والسؤال هو: في عهد أي ملك فرنسي حدث اقتحام سجن الباستيل عام 1789، وبالتحديد في 14 يوليو بعد عزل وزير المالية اللي كان متعاطف مع الشعب؟ الثوار حصروا السجن وكانوا مسلحين فسيطروا عليه. الحدث ده هو السبب في اشتعال الثورة الفرنسية. كريم سعد، إجابتك؟ إن شاء الله نقول لويس الرابع عشر. لويس الرابع عشر اللي قامت عليه الثورة؟ إجابة خاطئة. أنا في رأيي إنك غيرت إجابتك، إحساسي بكده. في إجابة؟ أحمد جمال. هو أنا نسيت للأسف، بس ممكن نقول لويس الخمستاشر. لا 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 يا مريم، بتقولي لا لا لا. طب ما قلتيش إجابة تانية ليه لو أنت عندك إجابة؟ أحمد جمال، إجابة خاطئة. الملك ده اتعزل واتحكم عليه بالإعدام. أربع اختيارات: لويس السادس عشر، هنري الرابع، نابليون بونابرت، لويس الثامن عشر. أحمد جمال، لويس السادس عشر. لويس السادس عشر إجابة صحيحة طبعا. اتعادلتوا. ويا مريم انت غلطانة. ليه؟ انت قدامك بزر، لو الإجابة عندك دوس على البزر وجاوبي، مش تقولي له لا لا لا. كويس ان هو لحق وخطف البزر، بس انا عارف ان الإجابة كانت عندك. تعادل 20-20. خان الخليلي، سؤال في التاريخ. تاريخ والسؤال هو: تم تعيين الملك فؤاد الأول ملحقا عسكريا بإحدى العواصم الأوروبية، فما هي؟ سؤال مش سهل. في القرن ال19 بعد عزل والده الخديوي إسماعيل انتقل للحياة معاه في إيطاليا، درس علوم عسكرية والتحق بالخدمة في الجيش الإيطالي. بعد كده اتنقلوا لإسطنبول وتعين ملحق عسكري للعثمانيين في عاصمة الدولة دي. العاصمة هتبقى ايه؟ لندن؟ طبعا لا، إجابة خاطئة. محمد علي؟ إن شاء الله. هي كان عاصمة العثمانيين أستانة، فممكن نقول أستانة. هيتعين للعثمانيين في عاصمتهم؟ إزاي؟ إجابة خاطئة. أربع اختيارات بزائد 10 أو ناقص 5: برلين، بيرن، روما، فيينا. عاصمة في وسط أوروبا. طه، فيينا. فيينا في وسط أوروبا؟ إجابة صحيحة. ركز طه، خدت العشر نقاط، برافو عليك. 30 وادي الملوك، 20 خان الخليل. ودلوقتي عندنا أمل ومحمد. محمد وأمل اتفضلوا. سؤالين 50-50. أول سؤال طبعا هيروح لمحمد. الزهري، مزاجنجي بالله، تغني دلوقتي ولا نخليها في صورة وشخصية؟ نغني دلوقتي عادي. نغني دلوقتي؟ اه اتفضل. عين النبي يا عين النبي يا خدود الحليوة أحبابي، يا أحبابي يا رموش الحليوة، يرديكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني، يرديكوا الحليوة يسيبني للنار اللي بتدوبني. ايه قصده الحليوة، ايه قصده الحليوة، بتميل العيون على خده
وتشاهد جناين ورده بتميل العيون على خده وتشاهد جناين ورده ونسايم عبير بيعدوا لو فات الحليوة. انت عارف انا كنت مستمتع وانت بتغني وانا بتفرج على بيشوي وهو يعني بلغة الاشارة بيقول كلمات الاغنية. الحقيقة كانت حلوة جدا. برافو يا بيشوي، والله عايز احييك. اشكرك يا بيشوي، كانت حلوة فعلا. طيب السؤال اللي جاي ليك 50-50، والسؤال هو في اي دولة اسيوية يقع مطار اندير غاندي الدولي؟ الهند. مستعجل قوي طبعا، ده أزحم مطار في الهند، اكتر من 67 مليون مسافر سنويا. الهند بقى. إجابة صحيحة. على اسم اول رئيسة وزراء للهند، وبيقع في دلهي. 10 نقاط. وادي الملوك 40، خان الخليلي 20. زكي أمل، الحمد لله. 50-50، والسؤال هو ما هي العملة الرسمية لدولة إيران؟ عايز أقول لك حاجة بقى قبل ما تجاوبي، واضح إن عندك الإجابة. عايز أقول لك إن طلاب المدارس الموجودين النهاردة في منهم كتير ما يعرفوش. إجابتك ريال. الريال الإيراني. إجابة صحيحة. مستخدم من أيام ما كانت إيران اسمها بلاد فارس، الكلام ده من 1778 تم استبداله، وبعدين رجع تاني في 1932. برافو عليك طبعا. 10 نقاط. النتيجة اتغيرت، 30 خان الخليلي، 40 وادي الملوك. شكرا يا مزاجانجي وميرسي يا امل. وطبعا بشكر المدير الفني دينا ابو سمره، واشكر طبعا المدرب العام مريم. ايه ده، دلوقتي عندنا سؤال في الادب. وادي الملوك ادب، والسؤال هو من هو الفيلسوف الالماني مؤلف كتاب The Dawn of Day؟ 12881 بينتقد فيه الأخلاق الضعيفة والعادات السيئة. 6 ثواني، يعني 14 ثانية. يا ترى اتفقتوا ولا اختلفتوا؟ إن شاء الله اتفقنا. اتفقتوا على إيه؟ نيتشا. فريدريك نيتشا. إجابة صحيحة. من الفلاسفة الأكثر تأثيراً في التاريخ؟ وادي الملوك 50، خان الخليلي 30. خان الخليلي حان معاد الجوكر. أدب، والسؤال هو أبو الهول هي رواية الكاتب مصري معاصر، فمن هو؟ 12-2023 بتدور أحداثها في القرن 19 في القاهرة، عن جثة عائمة في مياه النيل، جزء الثاني من لوكاندة بير الوطويت. أحمد مراد. أحمد مراد. إجابة صحيحة. اتعادلت 50-50. مباراة قوية جداً ومتكافئة. دلوقتي آخر سؤالين في الفقرة. وادي الملوك علوم، والسؤال هو طور العالم الإسكندنافي سورين سورينسن مقياس الأس الهيدروجيني عام 1909، فما هي جنسيته؟ عالم كيمياء حيوية. الأس الهيدروجيني pH. ده اللي بيحدد لو كان السائل
حمدي أو قلوي أو متعادل. كريم سعد جنسيته إيه؟ سويدي. في تسقيف بس على إيه؟ على استحياء كده. إن شاء الله صح. هو يا سقفة كاملة يا ما تسقفش. إن شاء الله سقفة كاملة. مفيش سقفة كاملة، ما حدش سقف سقفة كاملة. كريم إجابة خاطئة. أحمد جمال دنمارك. دنماركي تاني برضو. لا لا برضه نص سقفة. إيه ده هو يا سقفة كاملة يا مفيش سقف برضو مفيش فايدة. أحمد جمال إجابة صحيحة. دنماركي فعلا 10 نقاط. 60 خان الخليلي، 50 وادي الملوك. آخر سؤال في الفقرة خان الخليلي علوم والسؤال هو: تم إجراء أول عملية نقل أحد الأعضاء من خنزير إلى إنسان عام 2022، فما هو؟ العملية دي استمرت 7 ساعات وتمت في جامعة ماريلاند في أمريكا. لا مش اللي عندي. المريض كان عنده 57 سنة وتوفى بعد العملية بكم شهر؟ أحمد جمال إجابتك. القلب. القلب. بتخمن ولا معلومة؟ أنا سمعت المعلومة، لو مش هي يبقى أنا المعلومة اللي عندي كانت حاجة تانية، لأن كان في حاجة تانية في مصر. المعلومة اللي عندك؟ اللي اتعملت في مصر في البنت. لا لا، هو كان بيعاني من مرض مزمن. بس ممكن تبقى برضه القلب عادي. والخنزير ده الحقيقة كان معدل وراثيا. أحمد جمال إجابة صحيحة. كان بيعاني من مرض مزمن في القلب. لا أصلا أنا برضو والله سمعتها يعني. مرض مستعصي. 20 نقطة. 70 خان الخليلي، 50 وادي الملوك. أسئلة الفقرة الأولى اتجاوبت بالكامل. مباراة صعبة في المجموعة الثالثة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة. يبقى أصحابنا العباقرة قادرون باختلاف جمعوا 120 نقطة في فقرة العلم. في خزنة البنك الأهلي المصري الدعم الرئيسي لاحتياجات ذوي الهمم اجتماعياً وعلمياً وثقافياً ومهنياً في جميع محافظات مصر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.